مساكم الله بالخير والنور والسرور. عشان لازم الحين صباح الخير، باجي ساعة بإذن المراد في هالساعة على الله يحفظكم، بننتهز الفرصة وبنرمس عن موضوع اجتماعي بحت خاص ببيئتنا خليجيا وبالأخص إماراتيا، عن العادات والتقاليد. موضوع يخص العادات والتقاليد وموضوع وايد جد رامس فيه أنا قبل 3 سنين أول ما طاح لسناب، موضوع وايد مهم والناس غافلة عنه. وايد الناس أحيانا من بعد الصحوة الدينية والناس عرفت العدل المايل، مفروض يعدلون الوضع هذا المايل اللي الناس ما اتخذتنه كعادات وتقاليد، وهو صدق أنه من العادات والتقاليد، لكن الشرع الله أهم عن العادات والتقاليد. ففي كل شعوب العالم أو عند كل شعوب العالم في الدنيا العودة هاي بكبرها شيء عادات التقاليد، هبلنا نحن المسلمين حتى الأجانب حتى أيا كان البشر، مثل عندك التبت من عادات والتقاليد عندهم يوم يتوفى حد عندهم شي يسوون، يرقوب لين قمة اليبل ويعقون هناك، يخلون فوق قمة اليبل والتخالف عليه لنسور الجوارح وهيلة بيس لين ياكلن اللحم اللي في ينبكل ويخلن عظم، يوم بيشوفون نسور وقفت من 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 الحوم فوق عدال وين عاقين ربيعهم هذا، عرفوا ان خلاص ما تم فيه لحم فيفرحون. هذا من العادات، هم عندهم عادات عادتهم من آلاف السنين وماشين عليه، هذه من ضمن العادات والتقاليد. من العادات والتقاليد المتوارثة شيء منها مستوى الناس مستوى الدنيا ماشي عليها، لكن ما يمس الشرع بشيء، يعني الدين ما شيء ما يتعارض مع الدين، فلذلك هذا ما منها خلاف، شيء روعة وفنان وزين اللي يبا يسلكه واللي ما يبا على هواه، يا غير ما يتنافى أو ما يتعارض مع الدين، مع الدين الدين ما بمحر منه أو بما معناه ما يخصه في الشريعة، يعني شيء مباح عادي اللي يبا يمشي يسلكه واللي ما يباه يودره. وبالجانب الآخر شيء من العادات والتقاليد تخالف الشرع، تخالف الشرع مخالفة تامة، أو بالأحرى تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطره عليها، تخالف الشيء هذا تماما. من العادات اللي تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطره عليها طبيعة البني آدم هي إنهم يعقون موتاهم تاكل منهم تاكلهن النسور والجوارح والطيور والقربان، هاي عادة تتنافى مع فطرة الإنسان، يعني ضميرك كيف يهون عليك، هذا أخوك ولا أبوك ولا ابن عمك ولا زوج ولا أخ، تخلي الطيور تاكل ليه، هذا كانها عادة ومتوارثة عندهم ومتعارف عليها من آلاف السنين قبلنا وقبل عصورنا، منو بترمس؟ ما شيء فايدة، هاي عوايدهم عادة عندهم، شرات شيء من الأديان يحرقون ميتهم وشيء من الأديان يحنطونه الميت، يعني عادات. الله سبحانه وتعالى مكرم الإنسان، فكيف أنتوا تودرونه في قمة يبل تلعب به الطيور تمجر عيونه تخليها كعصف مأكول، كيف يقول هذه من العادات والسلوم اللي عند الناس اللي تخالف فطرة الإنسان اللي الله فطرك عليه هالشيء، تشوف هذا شيء يعني نشاز، لكن هذا طبعهم وهذه سلومهم وهذه تربيتهم وهذه بيئتهم وهذه عاداتهم وتقاليدهم، يعني لا يختلف اثنان في ذلك. وفي من العادات والتقاليد المتعارف عليها شيء من البلادين، أنا عارف شيء من البلادين، يعني الشخص الله يعز بيك السامعين ما يختن عند شيء من القبائل ما يختن، تدرون متى يختنونه؟
يوم عرسه، يوم عرسه يختنون. هاي من العادات والتقاليد. وحد شو بقولكم، امور وايده من العادات والتقاليد، وبالاخص في السودان وفي الامارات وفي عمان وفي كل هالدنيا العوده، في كل مكان من الاماكن في الدنيا العوده شيء عادات وتقاليد، شيء ينافي فطره البني ادم وشيء محرم. الشرع السماوات والارض متبريه من راعي الدرب هذا، السماوات والارض متبريه من راعي الدرب هذا السلك اللي هم سالكين ويقولون هاي والله ترث هاي. حتى نحن في الامارات يعني شيء من العوايد يعني موجوده ونشوفها يوميا في كل بيت وفي كل مكان وعلى كل محفل وعلى كل مرمس وعلى كل مناسبه وفي كل نش ويلس وقوم وقعده، في كل مكان هالمناسب هالشيء اللي حصل. ونحن نقول هذا من العادات والتقاليد، هو صحيح من العادات والتقاليد. هي يا غير اذا ان العاده هذه او الموروث اللي نحن وارثينه ابن عن جد يتعارض مع الدين، لا والله الدين هو اللي مبداي، يتبدى الدين على الموروث وعلى العرف وعلى السلوم الاوليه وعلى تخاليف يدودنا، هذا كله يدور زيرو. اذا الدين يقول لا، اذا الدين يقول لا ويتعارض مع الموروث المتعارف عليه، نقول هات خاليف يدودنا، لا والله الدين المبداي والعرف اللي نحن متعارفين عليه والتخاليف اللي يدود ينمسح ما دام انه يتعارض ويتنافى وفيه امر تحريم، لا والله. الاول اللي ما يعرف ما يعرف، لكن لازم من يتيه المعلومه ويعرف ويتجاهلها، هذا يا ويل من الله سبحانه وتعالى. شو السبب؟ لانك الاول انت في غفله وما تدري ولا تعرف ولا عندك خبر يقين عن هالخبر، تسمع فلان وعلان قال، لكن انت ما تدري. لكن حاليا انت تدري وانت تدرين، لان في وعي ديني، وعي في شريعه، شيء محكمه، شيء اتصال مباشر في الشرع، شيء قضاء، شيء كله موجود. فهذا مش ذنبك انت ولا ذنبك انت، هذا مش ذنب الحكومه ولا ذنب الشرع، التقصير منكم انتم. مفروض مثل ما تسالون اليوم فطر ولا صيام، تسألون عن هالحدث، هل هذا حلال ولا حرام، زين ولا شين، تبدون الموروث على الشريعة وعلى الدين وعلى هذا، ما يستوي. لازم أول شيء يتبدى الشريعة، ما حد يودر حكم الله سبحانه وتعالى وشرع الله ويصير يقول والله هذا نحن مخلف علينا، لا، اللي تخلف عليك أبوي ودره هاك أبوي زمانا مضى يا الغميري، هاك ابوي الاول، الحين لا، الحين انت الاول ما تعرف، الحين ياكل ابوي ياكل علوم الاخبار لين عقر دارك. فبحكم ما نحن مجتمع اماراتي مترابط البيت بالبيت، اليار عند اليار، نتزاور نتخالف، تتخالف يدنا عزاد ويا الكبير والصغير، الذكور والإناث، هذه خالة وهذا بنت، هاي بنت عم وهاي بنت خالة، وهذه من الأنساب وهذه من الرحم، وهذه بنت خالة اللم وهذه بنت خالة اليد، وهذا منه هذا عيال قرية، كل منه يعرف خيه، يعني هذا منه نحن مدخلاني ويا الثاني. كل هالأسر، أغلبية أسر دولة الإمارات مترابطين أسرياً. ليش؟ لأن نفس العادات والتقاليد وبيئة وحدة وتربية وحدة، وتحت مظلة دولة الإمارات اللي هي مظللة كل بيت في هالدولة، يحسون العرب، فكل المواطنين في الدولة عندنا يحسون بحميمية بعضهم مع بعض، كل هالبيوت تحس بحميمية. فما عنده خلاف الآدمي من يدخل ويا رباعته عند البيت، هذه يمه
كلهم ارباعي ارباعته وايوها ولم نقبوها وايوهوهم وايه ما بسلام عليك من بعيد. لا سيد بعد هي توخي يحبوني على راسي على هالمنوال. هذا امر يتنافى مع الشريعه ومع الشرع مع حكم الله سبحانه وتعالى، لان ابوي هذه من المحارم، هذه من المحارم. نحن كنا رامسين على الموضوع هذا قبل، لكن ما زال لازم تكرار تكرار دوم اليوم ودوم، انك انت لازم تقدم النصح والارشاد لكل العالم اللي حد من العرب يسهى، ومش غلط انك انت. فنحني على الله يحفظكم مجتمع هذا اليار من يربى ويا عيال هاي في ينشأ وياهم من يوم الصغر لين يكبر ويبلغ وتغدي لحيته كم كبرها، وبعد من يدخل بحكم عبارة أمه، وهو صدق يعني عبارة أمه، ما يحس باتجاه العائلة هذه. البنات يحس بها خواته والأمهات أمهاته بالفطرة تي من الله سبحانه وتعالى. يقير الحرام حرام، هاي محرم كانك أنت تعرف للمذهب والمعنى وتعرف أن الله حق، هذا حرام أنك تدخل وتواي حرمة حتى لو عمرها 90 سنة، ما يستوي نتوايها، محرم حرام. الله سبحانه وتعالى محرم أنك الحرمة محرم هذه عليك أنت حرام. لو بيقولون ربته لو إن شاء الله مرضعتنك على عيني وراسي، مرضعتنك على عيني وراسي يا غير انت اللي ربيع عيالها حتى يوم انت مخاخيطك ثلاثة منن ما يخصه. هذا ابوي شيء وهذاك شيء اخر. الاول يوم انت ياهل من يوم عمرك سنة لي كملت 4 5 6 سنين برايك، لكن حينه زمك البلوغ وتصبح وتمسي تنقبها فوق روسن، والله حسبة امي. لا ابوي ما بحسبة امك ولا عندك خبر، منو قال لك حسبة امك؟ لا بحسمة أمك ولا شياته، تروم تاخذها لو حتى عيوز عمرها 70 تروم تاخذها. الشرع يحللك، ما يقول لك ما يستوي انك تاخذها، مدامك تروم تاخذها شرعا حتى لو عمرها 90 سنة وتروم تاخذها شرعا ابوي ما تحل. كيف انك تويها؟ كيف يعني توها بحسبة أمك؟ ما يستوي. الحلال بين والحرام بين، ما يسأل ما يخص. أنا ما بيالس حين أحلل وأحرم، لا أنا خوفي على الأمهات، الأمهات واليدات والخالات والعمات والخوات، أي حرمة كبيرة من يدخل عليها ولدها ولا النيار اللي وراه 16 ساتول ساتول الصفاعنة كل حد بمدواخة أمو أندوش ماية، هذا أخوي خلفان ربيعي وهذا برابي وياي وهذا اللي تحيدين الليلة ولي وهي من حديها مرحبا ولدي، ونقب شيء مبايه بالخشوم وشيء حب على السطرات وشيء نقب على الرأس وأمور مبايدة، أمور لا يرضى بها لا الله ولا رسوله. نحن كلنا ندري أن القلوب صافية والنية سليمة، وهاي حسبة أم وهاي حسبة خالة وهاي حسبة يده وهاي حسبة أمه، هذا نحن كله ندريبه وندريب إن ما في الخاطر شيء ولا عنك ناشد يا علي بن راشد، هذا نحن كله ندريبه. يا أخي حرام، شراي حرام ما يستوي، اللي ما يستوي ترى ما يستوي ما يستوي، قالوكم ما يستوي انك تدخل وتوايه حرمت كبيره ولا صغيره، ما تروم توايه مدام ابويا هي محرم عليك. اي انسان تروم تاخذها وخيد تملك عليها، ما يخص الوخيد في العمر كبيره ولا صغيره، ترى اذا تقدر تاخذها معناته ابوي هاي حرام انت انك تسلم عليها حتى باليد، ما يستوي. ما عندي أدنى شك لا أنا ولا غيري، وكل هالأعراف السماوية تقول لك هذا حرام، إنك تويها حرام، ما يستوي إنك أنت توي، ما كلنا حنا ندريبه هذه النية، والنية رب العالمين يدريبها، النية رب العالمين يدريبها، وإن حرام بديا من عند رب العالمين، هب من زيد ولا من عند عبيد. كلامي ما في زعل، نحن متفقين من أول ما رمسنا، إذا شيء عاده
من العادات وسلوم الأولية تنافت أو تعارضت مع الشرع، فيتجدم الشرع ودين الله على العادات والتقاليد. العادات والتقاليد أبوي ينرصب وقت ساعة ينحط بكشة وينقال صب عليه ماء بارد يقول استريح مكانك، لأن هذا الشيء الحين الأول نحن ما نعرف والحين هو عرفنا. فتم من أبوي في البراد كان رقم واحد وكان شيء زين شعور طيب، يا غير لو نحن ما ندري بأنه حرام، الحين أبوي درينا وتأكدنا أن هذا الشيء حرام، فإقلاع عنه أهم ما يكون. شيء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه، لو أن الرجل ينضرب بحديده مطرقة على خمرة راسه أهون له من أنه يصك حرمة ما تحله. تخيلوا معنى الحديث، لو أنه تنضرب بمطرقة على خمرة راسك أهون من أنك أنت تصك حرمة ما تحلك. شوفوا يعني عظمة وهول الموضوع. الموضوع ما بشيء بسيط، أن ضرب البني آدم بحديدة على خمرة راسه أهون من أنه يصك حرمة ما تحله. علني يا أبوك ما وايهتن دبت حياتي، علني ما وايهن أوايحن وأنا بندبغ على بحديدة على خمرة راسي، ما شيء كالف. وش بوايهن؟ لا وايهن ولا شيعته، بوايه خالتي، بوايه أختي، بوايه عمتي، بوايه أم حرمتي، بوايه يدتي، أم ربيعي أسير أنقبها على راسها ويها ويهن يهدي وبويها، لا ويها ولا عندي خبر. حق شو؟ ما شيء كالف. يهون عليك راسك تندبغ بحديدة على خمرة راسك، ما تبي يا ود الحلال. وحد من العرب يوم الله عاده الله هداه وعرف ان هذا حرام وهذا ما يجوز وهذا ينافي الشرع وينافي الدين، يودر المبايه، يودر المبايه ومصافح. فيازم من يجي ويجبل عليهن، سلام عليك خالتي من بعيد. ايه قم عاد حين فتشت الحمار من لوحله بيقول ان في قول عبد الرحيم، يوم الحين ربيناك ويوم الحين قديت يعري كم اكبرك، يعني حتى المبايه ما بتوايهنا، فضل عنك يلي فيك وما يخطيك. قم عاد الحين فهمن ان هذا رب العالمين عند بينجي من دق الحديد على خمرة راسه. الرجال ما يبه، ما يبه الرجال، خلاص عاد عرف ان الله حق وعرف ان هذا ابوي ما يستوي ولا يوز ولا يليش في العقل انه يكرر كثر ما كرر الاول. مفروض الله يحفظكم على كل إنسان يتقبل النصيحة ويتقبل الانتقاد ويتقبل الرأي الآخر ويتقبل حتى لو تشوفه شوي كبير عليك انت هالموضوع، أو أنك تقول أنا مستويت والله خلقني هالنمونة، كيف الحين أغير من سلكي أنا؟ لا والله غير من سلك إذا أنت ترضى على نفسك. كيف بعد حيفة ترى فقيرة، هاي باكر أبوي بيدها في يوم الحشر والقيامة بيدقون أبوي مسامير في راحة يدها تتشلبح من قاعتها يدقونها بمسمار. هاللي تويا هالريايل، اللي تويا هالريال المحرم يدقونها بمسمار أبوي بتازم تشلبح دبة حياته. وين فيك انا حتى تدقق المسامير طول وانت ما تدققت المسامير يوم انت صغار، حين يوم عجزت وعبرت الدهر بيدقونك ابوي بمسامير في راحة يديك من في وقت الحشر والقيامة. هل يتوايه الرجال هذا الموضوع حين هذا اللي يستوي، ترى ما بمنقود ولا بمن ان يعني عيب ولا بمن يعني شيء، هذا حرام، حرام شيء خالف الشريعة، شيء خالف الكتب السماوية، شيء محرم رب العالمين محرم إن ما تحلك ما تصكها بيديك بتلحقك النار من وراء المواية، هذا بتلحقك النار إن شاء الله حادنك. لا والله اللي بتشوفينه مجبل أبوي، لا توي هني أبوي، الأول أنا ما أدري اليوم ياني الخبر دخيل والديك، لا تويهني، لا في ابوي يدقوني بخبرة راسي بمطرقة ولا في ابوي يشطنوني دي بمسامير، ما يبالي كلام ابدا.
كان تحيدين عمرك، ما تبين دق المطرقه ولا تبين دق براحه يديك بمسامير، لا تصافحينهم يا ابوك. ايش حق الصافحين؟ والله لك الحمد حاليا الحريمنا نحن كلهن في نور وفي في ثبات عقل، والحمد لله حشمة ودين وصلاة وخوفة وخايفات الله. فمش غلط، مش غلط ان الواحد يراجع عمره حتى على كبر، حتى لو هالادم الولد اللي يوهني من 20 سنة. الحين بقول لابوي بريك، ابوي الزم بريك، هبل الزم بريك، الزم هند بريك، ضرب بريك ابوي، راجع دهونك. الله الله في ما في ابوكم على عصيان الله، خلاص الاول ابوي انا ما ادري، وحيد قريب ما بعيب. رب العالمين غفور رحيم، رب العالمين غفور رحيم، كيف يعني حد الطف من الله في عباده؟ ما حد الطف من الله سبحانه وتعالى في عباده. الله رؤوف رحيم، بيغفر ان شاء الله للكل منكم والجميع. يا غير يودنا بريك ولا حد وياك. وسامحوني اني انا تطرقت لهالموضوع، هذا شطارنا هالموضوع، انا قبل 3 سنين تقريبا ويا في بالي، شفت كذا اسره ادخل عندهم وعيال العم، عيال العم يويهون بنات عمهم، عيال العم يويهون بنات عمهم وبزعمهم انه مربتنا. حتى لو مربتنكم، حتى لو مربتنكم ما يستوي، ترضون انتوا عليها فقير؟ والله يا ابوكم يا باكر ما بتنفعونها يوم الحشر والقيامة، حسابك عسير والله يا ابوك، حسابك ما يعلم به الا الله سبحانه وتعالى. والسموحة من جنابكم، وتصبحون على خير، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. حطيت ترى في الحساب مع الانستغرام طبخة مالت اليوم اللي هي المشغول، مشغول المالح، موجود في الحساب مع الانستغرام، اللي يبقى يتطمش عليها طبخة ولايتية لا صارت. مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور. أول بادي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخلاف مساكم الله بالخير، مساكم الله بالخير والنور والسرور والرضا والعافية، مساكم الله على كل ما يسر خطركم. يوم بارك الله فيكم قلنا بنعد عليكم سالفة من السوالف الأولية، بالسوالف اللي كان استوت في الوقت اللي خطف، سالفة من السوالف القديمة يعني، كان فيها حكمة وفيها معاني وفيها شيء من عبق التاريخ، وفيها شيء من العظة انك تتعظ من اصدقاء الرخاء، صديق الرخاء هذا اللي ما يجيك الا وقت انت وضعك ممتاز، على ما قالوا هالبحرين، يوم كان بدي بيزه جميع الناس حبوني، لما قال ما بيدي تغير طبع مظنوني. هذه القصة هي قصة اليوم بنعدها عليكم إن شاء الله. هذه السالفة الله يحفظكم مستوي في منطقة اسمها راس تنورة، في راس تنورة، راس تنورة في الدمام في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، يعني الله يحفظها من دار. هذا أب الله يحفظكم يمتلك من المال ما لا تحصاه لا أنس ولا جان، وعنده مال ما يعلم بكميته وبحسابه إلا الله سبحانه وتعالى، وراس مداه الوليد الواحد، ومعيش الولد هذا في بدخ، وساكنين في قصر، وعلم وخبر وساير وياي، ويملك من المال اللبو شيء بالعظمة، يوم يقول لك تول يعني هذا التول، ويصرف على الولد ما بمقصر على ولده، إن قال ربي أعطاه 10 وإن قال 10 أعطاه 1000 وإن قال 1000 أعطاه 100,000. هذا أنت اللبو من كثر ما هو يعشق الولد هذا. المراد أن اللبو عنده قصر، وغير عن القصر عنده بيت صغير، وفي نص البيت الصغير هذا شيء عمود من الكبار العمدان، نش وجلع هذا العمود ووداه عند الصانع، عند الحداد أو عند النجار، عند النجار. فقال له أباك تجوف لي هذا العمود، يوفه من داخله، هو مربعة من هالكبار، عمود من هالعمدان الكبيرة، جوفه كامل، بطل ما في اللب كامل، وخلاه قرف 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 يترقرق. نش الله يحفظكم الشيبة،
ودخل بيته القديم هذا صغيروني، وشنز هذاك العمود جنيهات ذهب لين عينه، لين عينه العمود هذاك شنزه ورفعه وسوى له يصه صلحه بطين وبمدر وقش وعلق فيه حبل ورده تحت في بطن الحجر هذه. في يوم من ايام الله، يوم من ايام الله الولد داخل ويا ابوه البيت الصغير هذا، قال له يا ابوي الحين كل بيوت كل حجر ما فيهن شيء الا الحجره هذه، ليش الحبل هذا يدل فيها؟ قال له يا ابوي انا بخبرك ليش يدل فيها. هذه يوم بيجيك انا حين الله يعلم بي ان عشت السنه ما بعيش الحول ولا بعيش العائله، لكن انت الله حينه بينعم عليك، وانا من اموت بتتورث دنياي هاي كلها، لكن انا ما ارضى عليك انك انت تنهان في حياتك، فحينها انت عيش وتمتع بهالحلال، لكن لازم الحلال هذا بي يوم بينضب بيوجف، لكن انت ان وقف الحلال هذا الحبل موجود، ولا تهين عمرك ولا تخلي حد يهينك، اوعى تحمل كثر ما تقدر، حط ابوي هالرفج في رقبك وانتحر بركلك انك انت تعيش عيشة مهانة. يقول عاد حق ولده يا ابوي تراني امت مت، هذا الموت كاسن كل شارب منه، ومت اليوم ولا باكر بعد سنه ولا سنتين، ترى عندك ابوي المزارع وعندك الدكاكين وعندك هالقصر وعندك هالخير كله وعندك هالبيزات، وقت ما خلصت لازم بتخلص، اكيد انه بتخلص، لكن وقت ما خلصت مثل ما قلت لك هذا الحبل ابوي اولالك من انك انت تنهان عند حد ما يعرف جيمك ولا قدرك. يوم بتانس عمرك حقك مهضوم وحالك لله وشفت الويل، علق ابوي هرت شرقبك بتفتك من الصدع والديانة. قول عاد الابو حق الولد تحمل تخلي حد يهينك، طال الزمان ولا قصر الفلوس هذه اللي عندك ما تاكل فيها الضوء دهر ما توجف، وهل اطيان وهل مزارع وهل قصور لو بتاكل فيهن الضوء دهر ما يت على الربع، لكن ان خانك الدهر وشفت عمرك وقف ما وراك دونك تحملت هين عمرك، انت ما ربيت على التعب ولا ربيت على المهانه، انت ربيت ابوي انت ولد فلان ولد علان اصل الفلاني الطائفه الفلانيه، انا ما ارضى بك ما ارضى عليك انك انت تتشتت من عقبي، لكن نصيحتي من تصك الحلقه لبطان تعال ابوي علج عمرك في هالرفج توكل على الله بتلحقني. قال ابوي يعني اموت؟ قال لي هي نعم، تموت وانت عزيز نفس ولا تموت وانت ذليل نفس، هذا عاد للمقصد في راس اللبو، تموت وانت عزيز نفس ولا تموت وانت ذليل لزيد وعبيد. دار حول الحول الثاني توفى اللبو تورث الولد تم يلعب بالدنيا إلا تن وفرد، فتح الميالس آزم يجوز وآزم يهدي وآزم يجسم وآزم يبني وآزم يعطي تحيد وعده كرم هالراس تنورة، اللي بيعرس يعين اللي محتاي اللي بيصير الحي اللي بيصير العمرة اللي يبني لبيت اللي بياخذ لبكرة ولا ناقة ولا شيء يترزق له ما شيء، كرم العرب ترى معروف كلام كرم العرب أينما سكنوا أينما حلوا كرم موجود لا يختلف على ذلك اثنان. وفتح الميالس وأزمة الغديات والعشيات والشارات وتم يسوي الرئيس، وأبدا استوت عيشته عيشة بدخ، تم يصرف بيديه وريوله ما شيء واحد واثنين، أزم عطي فتش عن المساجين يدي عن الدي المديونين، شو بقولكم الرجال أيام حياة أبوه كان وحيد ويا غير من دار الخير تحت يديه كثرت ربعه وكثروا اخوياه وكثروا الناس اللي لبي وهي والله وان شاء الله وعند خشمك وامر طال عمرك ولبي وتفضل كثرت هالامور، الاول ما حد يسوي لك ابره بخت ولا حد مسوي نقط عزه ما حد يدري بالاول، ومن تب دارت البيزه في يديه هاي يسمونهم ربع الرخاء، ربع الشو ربع الرخاء ربع
ربع المصلحة التموا دور ما داره وين ما يصير ويام قيطنين تقيطين وهي والله وإن شاء الله ولبي وعندك ودونك وانت ونحن عصاك اللي ما تعصاك ونحن اللحم وانت السكين يلسوله عيال لبيه يسمونهم دار الزمان ويا الزمان الرجال ابوي انفت الرجال آزم ما يايد لا ولا آردي عنده وقف ما وراه ودونه اليوم الأولي اليوم الثاني اليوم الثالث ما فيهم ولد أمه وأبوه وايق عليه ولا رد عليه السلام ولا قال له أبوي أنت وين تبى ولا وين ساير ما حد افتكر في حياته راعي الميالس وراعي العلم والخبر من انفت أبوي وآزم أبوي الحميد المجيد ما حد قال عليه قبلت السلام الله ما حد يرد عليه السلام الخير الخير فيهم من ربعه وخوياه آزمي كل أسبوعين ودي وحده الخير فيهم من عقب ما هم 10 سايرين وعشرة جايين وغديات وعشيات وفوايل وخدم وحشم وعندك ودونك هذا ما صابه دارت خرايطه الرجال وحيد روحه ما منهم ولد امه وابوه يرد عليه الصوت نشب ويطرش على ربعه انا في حياتكم يوت يا معاو كلهم ربعه هاي جماعتي هاي اخوياي هاي صدقاني شرايكم اليوم انا محتاج دلوني على طريقة اعيش فيها واعيش هالبيت واعيش عيشتن عدله كيف شو اسوي الحين انا شو الراي قالوا ابوي الراي سديد عندك ابوي هالقصر العود ابوي انت البيت صغير بيسدك بيع وبتعيش بتتعدل اوضاعك وبيستوي بتسد عمرك وبتفتك من انك ياس في هالقصر العود بنقله تدير عيونك شرق وغرب شو بتحصل فايدة من وراء هالقصر نفده العين ما شافته نشب ابوي وطخه ببيعه طخ البيت ببيعه ورد ابوي فتح الميالس ورد ابوي في عامله طبخ ونفخ واكل وشرب وسير وهيي وسفر ومقانيص وعلم وخبر وعندك ودونك وصدر وورد ولا لا 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 وقفنا البيزات من يد ويديد مرة ثانية قال يلا هبمال قال يلا هبوالي هاش عندك عليك السلام يلا حينا بعد عليك دقيقتين الله يحفظكم زاقرين هناك شويونه يلا بعد عن أخذ الرأي لابد ولا عذر وردت أبوي حليمة على عادتها الجديمة ونش أبوي فلس الرجال وحتى هذاك اللي كان الأول الجيد منهم اللي ييه في الأسبوعين ودي حتى هذاك انقطع دارت خرايط راسه ما عنده حتى شرخية حمراء حتشبها عين نش ابوي رد وطرش على ربع الاوليين كلهم هل يردوا وتملصوا رد وطرش عليهم كلهم قالهم اباكم ويو يتراكضون كلهم في الشوفه وتيامعوا وقالهم الله الله في انا اخوكم وربيعكم وانا ابوي مضى علي في الوقت اللي خطف وديتين وهاي الحين الودي الثاني ورديت فلست الحين ما عندي قوت يومي ما قال نشوا عادي يضربون فيه اللي ما تستحي انت خمام لو انت ريال ما ضيعت بيزاتك الحين منو بينفعك هاي ربعه اللي بنوا بيوت من وراه وسووا الدنيا والدين من ورا خيره وكله وكده والعنه ويده كلهم ابوي ثم ابويه كل منهم يعذرب فيه يلي ما تستحي يلي فيك ما يخطيك هذا المال ابوي بالوالي كيف انت ما رعيت مالك ينبونه بالرغم انه هم من أسباب ضياع ثروة آزموا ينبونه ويفاتنون عليه يلي فيك وما يخطي قال الحين عاد نحن المرة هاي عن غيرها أنا الحين دخيل الله شوفوا لي طريقة أعيش أنا وحرمتي ودخيل الله وطالعوا لي أي شيء واحد منهم هناك فطين ولد حلال نش قال أبوي ندوك أنا عندي رأي قم أبوي بتصير تحط ويانا وبنبيع حطب حالك من حالنا أنت هبا خير عنا حين الأول عندك بيزات الحين أنت فقير نش ابوي بتكد الحطب وبهدي وبتبيع قال شوركم وهداية الله قبل ما يترخصون قال ابوي عايز احب عمرك بنيك نحن والجماعه بنصير ان شاء الله نحطب وتراي النهار بنضوي ابوي البلاد في راس تنوره بنبيع الحطب لكن انت ابوي خل حريمك تخبزلك خبز تنيابسه يكون باكر يوم وقت الغداء تغداها قال لهم عيال الهداء تم ماكم الا لي الشور اللي نعدتوني عليه وخبرتوني انا وان شاء الله ان باكر الصبح انا بترياه يوم عد الصبح الفير اختفوا عليه الجماعه
وتقاودوا وصاروا يحطبون، وشل خبزته اليابسه وياه، وريال من عقب ترف ونعمه وخير لا يعرف للحطب ولا تشد حطب ولا تتقص حطبه ولا تشد سوى اي جهد، لكن الحايب حرام. علموه وعندك دونك واجتهد ونجح في الحطاب. مثل ما اتفقنا ترى الولد ولد نعمه ولد خير، ما تشد حتى يديه كان هنا بريسم حشرات يديهم بمحشفات تحرهن يد مرزوق ولد محمد بن سيف. انزين نشاء الله يحفظكم. يوم ابتدوا في الشغل ابتدوا يحطبون الجماعه، ابتدوا يحطبون كل حد في مكان، يا الحقه يوع الضحى العالي نشب ويسار عند خبزته اليابسه وقرض منها النص ودر الباجي. يوم تناصف النهار امره بالغداء، كل حد يلا يا غدانا يا هيورنا يا غدانا يا هيور يا غدا يا هيور، حط كلنا وياه بغدا وتيا معك حط الله سمره. داروا بياكلون. يوم فجاه قالوا له انت لا نص قرص، وين نص قرصك هذاك؟ قال نص القرص يومي يتبطال قرصي، ولان لقيت فار شد قرض النص من القرص. هو رام يقول هالكلمه يقبضونه قبضه، انت خمام انت هبريال، كيف تكذب علينا؟ شرها هب عليك انت، شرها علينا نحن اللي مخاوين هالرخمه اللي شراتك انت، انت هبريال كيف حطنا مقصه؟ اي فار يروم يقرض قرص يابس هالنمونه، هذا ما يتقرضه الحديد ما يقرضه، كيف فار بيروم يقرض هالقرص اليابس؟ قالوا لك انت حينه انك انت ما تقر عندنا دقيقه واحده، الخلا العين ما شافك، الخلا وراغو. كيف ان كيف ان نحن ريايل بالحانه انت تحاط لنا مقصه تكذب علينا؟ اي فار بيروم يقرض هالقرص اليابس؟ اي فار بيروم يقرض القرص اليابس؟ هالشي يقرضه؟ لو ولا الحديد ما تقرضه، لو ميت ما حد قارضنا الا انت، وانت تكذب علينا حين تقول ان الفار قارضنا. وراغوه راغوه فقير شمس نص النهار. ضاقت به الوليد الوسيع ودبر عطاهم الجافي، عاف غداه وعاف مباراه ودونه، صار عفريجه رد البلاد. وهو رد البلاد يوم دخل البيت اتذكر كلمة ابوه لضامك الدهر تحمل المهانة، يوم شفت مرة بتصك الحلقة لبطان عندك الحبل، علق ابوي هالرفج برقبك وانت حرفك عمرك من هالعيشة الضنكة ومن المهانة، انت ولد فلانيين ما يستوي، عند المهانة مبلك والعثرة مبلك، العثرة هالغيرك، أنت لك الشراغة ولك العزة ولك الوقار ولك التقدير دامك حي. ويوم اللي حين ردك المراد أنك تنهان علج عمرك أبوي بهالرج وفك عمرك من الصدع والديانة. اتذكر كلام أبوه رجال أبوي الأولاد ما في الدمين، يوم اتذكر كلمة أبوه شاف المهان وشاف ربعه يوم راغوه، دخل ابوي الحجر هاي اللي فيها الحبل وياب هاك المركه تي شرات الصناديج، وتعلق وعلق ابوي رقبته في هاك الحبل ودفر المركه على اساس انه بينتحر، وطاح وطاحت المربعه وتهردقت عليه يمي عجنيهات الذهب تغطى من ساس لين كرياسه ومن قمه راسه لين اخمص قدميه بالذهوب، والدنيا اللي طاحت عليه جنيهات جنيهات من عقب المهانة، مهانة نهانها ما يعلم كثرها إلا الله سبحانه وتعالى. هاي يقول رحموا عزيزة قوم ذل، رحموا عزيزة قوم ذل، ما شي شرات عزيز القوم يوم بين ذل، لا إله إلا الله، الله لا جعل المذلة إن شاء الله تلحق أي إنسان حتى عدوك ما تريا ما تتمنى له المذلة. وتذكر أبوه وآزم يترحم على روح أبوه، يعني الله يغفر لك يا أبوي، يقول عاد يوم شاف الدهبان تتعامل تتناثر عليه، الله يغفرك يا أبوي ثرك فطين وثرك أبوي داهية لك الجنة ما شاء الله عليك، يعني الله لك الفردوس لعلى يترحم على أبوه. ترى تدريب إن العرب أبوي ما بتحبني لجل ذاتي، ما بتحبني لجل جنيهاتي، يوم كانت بدي بيزة يميع الناس حبوني، لما قل ما بيدي تغير طبع مظنوني، مثل ما قال بعد راعي كلبة عندك حباصي على عين وراسي، ما عندك حباصي وزلة تصدع لي راسي. إيه ماشي شارات المجين جو، المجين جو ترفع للدويني راسه،
ترفع للدويني راس اللي ما يسوى شف طعام تخليه في كبد السماء. شيشرات البيزة ما شيشرات البيزة يا أبوي في الدنيا العودة كلها، هي ليه ترفع للدويني راسه؟ مش بارك الله فيكم وتنفر وشله أبوي البيزات واتقها. وصل أبوي للسوق ويشتري الحطب، ليه جايبينه ربع كلهم اشترى الحطب هذا كله، اشترى الحطبان هايش كلها، وخذ المعاميل وخذ القهوة وخذ القناط وخذ الزعفران. ترى العرب الأول أول ما يفكرون فيه المعمل، معمل القهوة، لأن سلك العرب كرامة الضيفان القهوة، ما بكرامة تم الحيران والقعدان ولا والذباح، لا أول الكرامة القهوة. لذلك في بيوت العرب الحين وين ما تصير أول ما تيهم ما يعطونك شربت ولا فواكه ولا عصير، لا أول ما تجبل لقموها الدلة، هاي الساعة تتلقم، لقموا لك الدلة وقهوك والمدخن يتليها. سيدة هذا سلك العرب من استوت الدنيا. ربع يوم شافوه يشتري حطبهم أنكروا عليه، وين لها المادة؟ وين لها البيزات؟ وين يتها الثروة؟ توهم ودرينا ما عنده إلا ماء، ماء راس ما لماء، وين يتها الثروة؟ قال رب العالمين أرزقني، رب العالمين أرزقني. هو يقوله لهم وحيث أنهم سيدان وي الربع، والله يا طويل العمر نحن ما رغناك وبغيناك تسير تحطب، ولا بغينا لك العثرة لأن نحن حانينك وقالين إن هذا ما بشغلك أنت، وهذا ما نحن ما طردناك من بغاضة، طردناك ما وين عليك، فينا ما وا عليك، ولذلك رب العالمين أنجاك من شرق ومن غرب وما رديت إلا لأجل أنك تحصل الخير اللي حين أنت شريت به حطبنا. أعطاهم أبويه، أعطاهم على صايح المنيور، قال نعم أنا أشهد أنكم ما رغتوني من الحطب وخليتوني أهوير القوايل تشبدي من صدعه من اليوع وعوفتوني غداي إلا أنتم حانيني. يعطيهم على صايح المنيور على قدر أمستم. الرجال هذا الله يحفظكم عند هيب من تخاليف أبوه، هيب طول الآدمي، والهيب ترى الهيب غير عن العتلة، العتلة صغيرونه، الهيب هاي اللي طول الرجال، والمسحاء غير، هاي كلها أشياء ثانية، يبالي دهرة على الخلاف أخبركم من الهيب هذا الله يحفظكم ويهم مسنن سنين من حديد حول 30-40 كيلو روزة، وزنه حول 30-40 كيلو، ما يقصه إلا أمر الله سبحانه وتعالى. نش ود الهيب هذا للحداد قال أباك تثلم لي إياه كم من ثلم، نش لأن ما يروح حد يرمي يثلمه وروح يقصوا به الحديد، نش بطريقة أو بأخرى ثلم أطراف الهيب، أنت يا الحداد ثلم أطراف الهيب وعزم ربع كلهم، عزم ربع كلهم هالأوليين والتالي، عزمهم على ما يوب عشية الله يحفظكم. يوم حطوا العشاء وتعشوا وعينوا من الله خير، ويوم فرغوا عازموا يسولفون يرمسون يسامرون، نشوا يا بالهيب قالهم ويا جماعة الخير هالهيب مخلفنا علي حياة أبوي وصاحي 16 أنا توني يوم صرت أجيب، ولن الفار قارض أطراف الهيب، راس الهيب قارضنه الفار، يليج في العقل يا جماعة يستوي النفار يقرض راس الهيب؟ قال نعم طال عمرك يستوي، كيف ما يستوي؟ يستوي 600 يستوي، يستوي 10 كيف ما يستوي؟ الفار ما يخلي شيء ما يقرضه، ترى الفار ضار كيف ما يقرضه؟ يقرضه ويقرض أبوه. قال عيال هاك اليوم أنتوا يا سيدان الوي، يوم أنا حين كنت عندكم في الحطب وقلت لكم الفار قرض الخبزة اليابس ومالتي كذبتوني، والحين يوم دارت عندي البيزة استويت أنا الصادق لك، كان الحين أنا برويكم القايلة كيف قايلة يا سيدان الوجه اللي ما تخيلوا، الخلا العين ما شافت الخير فيكم، الخلا لا بركت فيكم ولا في من يشاهدكم، واشهد ان راقهم نص الليل قال لا عاد اشوف والدم وابو لا عاد اشوف راضع لبن منكم يوطوط قدام ويه بيتي، يعني ابوكم زاد يوم انا عندي الخير 24 ساعة حديد خليته الفار الفيران تقرضه، والأول يوم أنا فقير ما يد ولا علم خبز يابسه كذبتوني وقلت الفار ما يقرض الخبزة اليابسة، الله أكبر عليكم يلي فيكم وما يخطيكم، شو بقولكم أمور استوت. يقول الشاعر محمد القاضي في رفقان الرخاء، تراك خلان الرخاء عدهم قوم وخلان من دامت نعمته دام، لأدبر الدنياك
عدوك معدوم مرة ولا عدوا عليك السلامي. شوف أنت مروك حتى سلام الله ما عدوا عليك. إيه من أدبر الدنيا خلاص ما حولك شيء، شو يبونك؟ هذا حال الدنيا اللي هنمونه أصدقاء المصالح والرخاء، هاي طريقتهم. بيونك يوم أنت عندك، ويوم أنت ما تايل ولا تعلم، والله يا سلام الله ما يردون عليك. والحاذر يعلم الغايب، والكلام بتأجارة. بس عليكم أنا الحين تأخرت وايد على الجري، أنا عادة هالوقت أكون أجري. يلا نستودعكم الله وإلى اللقاء خلاف. اليوم مطبخ البيت طبعا حاط لنا مكشي صيف ودفى الجو. التعلوم بالأكل يعني هذا الشيء الوحيد اللي لما تسوين الناس وتشوف ردة الفعل المباشرة ياكل ويقول ويستطعم ويستانس وتشوف ردة الفعل المباشرة على وجهه شلون يستانس من الشيء اللي يسويه. الكيبرز هذه نبتة حامضة ومالحة. الشوي اليوناني يستخدمون الأعشاب البرية العطرية. هذا أخوة غزالنا موجود. أول ما عندنا المعلاق قلنا إيشان الذبيحة معلاقها. اليوم معلاقنا فص نمر، معلاقنا معلاق الغزال. مساكم الله بالخير. هذه الرسالة خاصة حق أخوي خالد الخالدي، حق أهل الإمارات، أهل أبوظبي وأهل دبي وأهل الشارجة وأهل الإمارات كلهم، أم القيوين، رأس الخيمة، الكل والجميع. الكتاب الخامس أو النسخة الخامسة انزلت عندكم، موجودة تحصلونها في مكتبة جرير أو في بوتيكات، اللي يقدر يطلب من بوتيكات أو مكتبة جرير. ألف تحية لكم وعلى الرأس والعين يا الغالين. تسلموا. نزلت لكم الحين هالدقيقة قبل 10 أو ربع ساعة ظني، نزلت لكم فيديوهات اثنينة مالات القصار يخبركم عن كتبه اللي مالات الطبخ. تحيدون طباخ ما شاء الله اسمه القصار، ما بس طباخ، هاوي وطباخ وشيف، واللي أهم عن هذا وهذاك إنه كويتي وفنان ومرهف الإحساس وخلوق وشريف وخايف من الله وطيب. كل طبع خير جيد موجود فيها الرجال. فلذلك أنا نزلت فيديوهات الاثنين موجود. أنت بتصورني وأنا بصور، تعال كيف حالك؟ كيف أنت؟ تعال يا ويانا. أنتوا ساكنين عدالنا؟ مرة قريب ديراكم. شو اسمك أنت أبوي؟ عبد العزيز. وأنت؟ أنا محمد. والله والنعم. محمد البوري. والله والنعم والنعم والنعم. ومن دبا بلاد الطيبين. يعني الله يحفظكم يبارك فيكم إن شاء الله. مبسوطين؟ وياك. زين. وين تداومون؟ والله مدرسة بعده. تدرسوا صغار أنت يعني؟ دم والد كم؟ أنا 2000. 2000؟ يحطك في هالرقم الفنان. أول مرة أسمع حد يقول مواليد 2000. عادة 1900 ولا 1800 ولا 2000 وشيء. أنا قلت 2000 روحي. أربك الله يا من حظ أنت. زين. أرمس. أبوي هذا ولدكم يا هلدبة، هذا الحين وصل أبوي لين مدينة محمد بن زايد، وترى الريال هذا طيب، يبين عين من شيفته إنه طيب وأخلاقه زينة. وهذا كيعد الله وعد. إيش حال الوالد والأهل؟ والله الحمد لله. والدك بخير؟ دوم توصيك تقول لك صار يبنى دهنه؟ اي نعم. سلم حبيبي على الاهل، الله يحفظكم. جزاكم الله خير. بتفطرون عندنا؟ جزاكم الله. ليش؟ والله الوالد يزود لنا فطور. سلم على الوالد كثير السلام. اوكي حبيبي الله يحفظكم. هداية الله، مع السلامة حبيبي. فسليمان القصار صديق قديم من الثمانينات الله يحفظه. ونحن صداقة وياه. زعلت عليه يوم ضعف. كان متن فنان وكنت أحب أشوف شكله في هاك المتن. حد من العرب لو متين متنه جميل عليه، وحد من العرب هي متنه هموال منه، متنه هموال منه سبحان الله. وحد من العرب لو يقدم مسلكه يريده، ترى اللي هب زين. شو ما شاء الله تحبون أخبركم عن هالحباية هاك اليوم طعم ما شاء الله. كل ما يالها تحبوا إن شاء الله. لين تلاقي رمضان بتشوفون البلكونة هاي كلها خضراء. يلا جعلنا من الحيين إن شاء الله. يا رب وقفت الرمسة كم برمس. أقولكم أنا نزلته في الانستغرام هذا مال
مال الطبخ البارحي اللي هو المشخول. المشخول صورته البارحة كامل ونزلته في الانستغرام للي بيتابع واللي بيطالع. حاط أنا الحساب مال الانستغرام والحين بعدني برد حطه مرة ثانية إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. مساء الجميع، مساكم الله بالخير. طبعا اليوم تكلمنا عن الشخص اللي اول واحد طلب خيل البحر ولا العنبرة، طبعا هو خالد الخالدي، وما شاء الله تبارك الرحمن هذه طلبيته. من اطرينا اسمه قال طويل العمر هات لنا مالح الزين، عطنا القباب هالمرة نجربه واليودر. طبعا هو مجرب اليودر وعايبنا، و هاي طلبيته، وان شاء الله بكره باذن الله تعالى توصل لباب البيت. منو كيف الحال؟ انت حلوه. انا الحلوه، انت وين؟ بلاك متاخر. ما بابا خلا بابا وخلف، ليش ما تصير لهم من وقت واي؟ ها زوز على بابا خلا فيكم طريقه المشخول. مشخول كان مشخول لحم ولا مشخول دياي ولا مشخول سمك ولا مشخول مال؟ فلفل اسود 4 حبات لو 5 حبات، مسمار، سنوت، جرفه عيدان اللي هو دارسي على قولته الكويت، شويونة مسمار 4 لو 5 حبات، يليلان بكباره، مطيب بكبارها، فلفل بكباره، فلفل حمر، فلفل خضر بكباره، فلفل بارد بعد تجيب شطر نقيل، هذا الطماط، لومي يابس ملبب مرضام، اهم شيء اللومي اليابس ملبب مرضام، وثوم وكزبرة مفرمة وورق غار وكمية كبير من البصل. هذا المالح مال يدر عادة مغسول ومودن ومطبوخ ومنظف وزاهر، وهذا الماش، وهذا الله يحفظكم العيش، الله يحفظكم ينعق البصل. هاي طريقة المشكل الشيخ، من تعق البصل، من تعق البصل تعق عليه السامان كلها، السامان كله ينعق عليه، كل مرة ما يتم شيء، كلها السامان اللي عديناه مساعة كله ينعد. هالكمية نحن اللي هي مال الكمية الكبيرة يعني. ها. ها. لازم اللوم اليابس ينحط آخر شيء، منه عبة ثوم. شو إيش قالت سوى هذا الحشوة؟ شو الكمية الكبيرة مساعية؟ شو أزبة؟ شو بقول؟ لازم كمية كبيرة. الحين يظهر ريح، يقولون تروحون لأروحها هنا حين ما بترمسون. هذا حين، هذا طريقته. لازمها ما شيء بزار، بزار في الكوفة ما شيء. آخر شيء نحط بزار. الحين يلا ثوم. الحين نحط محن. لا طالعون علي أنا الكمية هذه، الله يحفظكم. الكمية هذه حق تقريبا ما يقارب 20 منزل يعني. لكن كل إنسان عينه ميزانه، مقياس طريقة اللي يبي يسويها وترتيبها. ترتيب روحه يعني على حسب الكمية اللي يباها. هذا حول ما يقارب 20-25-23 بيت يتودأ، فحين الإنسان على حسب رغبته المنزل اللي عند بيته كم ما دمي تشيله لص تشيله. هذا نحن تقريب ما يقارب 25 كم تشيله تعيش؟ 22 تشيله تعيش. هذا 22 تشيله. شوف حين المرة زاهب هذا، هذا حين رقم واحد ينعق عليه الفلفل البارد. فلفل البارد الحين هذا وقته. يلا مالح وسير ينعق عليه مالح مرة غايته الحين مرة كل شيء ذاهب على ما تشوفون. ينكب ربع كمية البزار الحين، وقت الزار، وقت الزار الحين، الزار يحط على دفعتين، الدفع الأولية الحين، الزار الخالدي عاد، ها، غير بالكلام، إي ها، عندما عنده سلعته ما عنده مونة، يلا، يلا، الحين عاد الدفع الثاني من عندما يحط هذا، هذا الماش، ماش مطبوخ روحه بجدر،
جد الماش مغسل ومنظف ومشخور ومقسول مره ثانيه بمبارد، بنحط الطماط، يلا الطماط الطماط والكزبر ورق الغار، يلا 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 بسرعه انقفض انقفض انقفض. هذه ورق الغار ايوه، وحين الله يحفظكم ينحط عاد شو لبزار الدفع الثاني ريحة كركم نحط زيادة شوفوا ونحط مليحة نحط مليحة لا تش ولا عذر من الملحة على ما ما ينكرسها حاف في غدي أبي غدي خرسان ميقيم لا إنه مولي الأخبار جلب العيش عليه كان ولا يبالي دك كتبول ولا يبالي يلا شمس عندك هذا عاد الحين وقت غراب المشخور اللي في قلبه واللي تحت قلبه أيوه هذا الحشو شو المالح؟ هذا المالح مرة الطريقة النهائية. شكرا جزيلا حفيظ. اليوم مثلا من أزحم الأيام، ولا بحياتي شفت زحمة بهالطريقة بحياتي، لا داخل الدولة ولا خارجها. الجم اليوم يعني سمعتوا اللي يقولون عنه بينفتك، هذا هو اللي بينفتك. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. يعطيك الف عافيه. الله يخليك. يا مرحبا. يعيشك يعيشك حبيبي. يعيشك برشا الله يسلمك. على موقع المميز هذا ويه الحضره الحين هنا في ويه الحضره، حضره فيها ابو قديون، فيها يبوب، فيها حتى ممزوره لخم عاده. يا ربي يا اللخم يميع اللخم شوص يا راعي من كل شيء في الدنيا العود اليوم عاشت روحك منو هناك هب العود شد حيلك انت شد حيلك روح روح انت ما شاء الله اقول هب المروين هذا السلس بعد هاو ار يو رقم واحد اليوم عاد من ما شد بحياتي بحياتي لا داخل الدولة ولا خارجها شد خطف يوم شفت هالكثر زحمة. شوف المنظر هذا مني شوفوا المكاين كلها فل الدنيا كلها فل ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم زد وبارك زين. هذا حين ما يبالي كلام ولا يبالي شرح وتفصيل. هاي الله يحفظكم رزيم رزيم الشو ها رزيم خيل ها رزيم خيل بحر ربعتين حطوطات وأربع ربعات من قير شنعد هاي رزيم كان حد يروم يرزم الشنعد رازمينه ما غلبهم شيء شنعد ما بخباط شنعد وليه تحت رزيم قباب بحياتي أنا ما شفت حد يرزم القباب والخيل أول مرة بحياتي أشوف حد يرزمهن ما سمعت إن حد رازم قباب وخيل اللي فرق الفرق بين الخيل وكل الحمى من غير شوف حمته كيف وردية هاي حمى الخيل شوف حمى الخيل سبحانك يا رب فرق بينها وبين كل الحمى هاي حمى الخيل الخيل ربعتين حاطين ربعتين وربعتين الله يحفظكم شنعب من الكبار وربعتين لو أربع قباب احب اخبركم بعد شو الخريطه هاي في جاي اندب هذا هو نفس اللي مندب هذا يوم حادني ابوي البحر هذه بالحبول ها طرش ابوي غرشه حبول هاي غرشه حبول بدح هاي وحده وغرشه حبول بدح بعد منقير هنتين وهذا الله يحفظكم تشسيف وهذا بعد تشسيف غير التحراز زعفران من زينه ما بتشسيف وهذا حبول منقير وهذا حبول بعد منقير
كل بدح، وهذا عدني حساب ما يبالي كلام. شكرا يا اللي طرشت. قال ابوي لا تجيب لي طاري ولا تخبرني انا طرشت لك شيء، يا الله ولا بالرغم من لساني ياكلني، ابغي اخبرهم لكن ما علي، خلك مكانك لساني لا توضحني بين نيراني. شكرا جزيلا للي طرش، وشكرا للي امر، وشكرا للي ياب، وشكرا بعد للي شق وملح وخدم هالخدمه الفنانه. عاد زياده على اللزوم تاخرت على الجماعه، طلع الساعه كم الحين؟ وحده قاصر ثلث، وايد تاخرت زياده على اللزوم. هي والله اولني توني بنزل فلتر، بتحرى الفلتر مال المشرف، ترى مكتوب كل دقيقه ظهر لي فلتر الا برعايه يده، الا اليوم في ضيافه عفربت ما ادري منو، اليوم في ضيافه كل سامي الحريم الفرج، كل اسامي الحريم الفرد اللي في الفرجان كلهن مقيدات في سناب شات، ما تيسر تحط سناب الا برعايه ما الاسامي كاملات، يعني ما اسم دون عن الثاني.